النهارده خطوه الجوريليشن. خطوه الجوريليشن دي بتتعمل بعد الفاينل امبريشن. بعد ما بناخد فاينل امبريشن بورنج للامبريشن بيدينا حاجه اسمها ماستر كاست. الماستر كاست ده بنعمل عليه الريكورد بلوك اللي انا ماسكه دلوقتي ده الريكورد بلوك. اول ما بناخد في خطوه الجوريليشن المفروض بنشوف الاكستنشنز بتاعه الدنشر بيز. لو في اي اوفر اكستنشن المفروض ان احنا بنعمل لها ريدكشن، وبعد كده بنروح نشوف على البيشنت. طبعا ما بنشيلش وبنعملش ريدكشن الا اذا شفنا الريكورد بلوك ده على البيشنت مش على الكاست، اذ ربما ان يكون الدنشر بيز اصلا معموله على امبريشن في مش مظبوطه الاكستنشنز بتاعته، فبنشوفها على البيشنت. تعالى كده علي لايت يا دكتوره. خلاص لايت. خلاص بنشوف انترا اورال. طبعا هنا الريكورد بلوك معموله كويس، الاكستنشنز بتاعتها مظبوطه واصله على الفول ديبس للفيستيبيول. خلي بالكم ان في فرق. الغي اللايت، الغي اللايت. طيب اقفل بوق شويه. لازم الريكورد بلوك تكون واصله، الدنشر بيز واصله للفول ديبس للفيستيبيول عكس السبيشال تريكات لازم تبقى قصيره، ويكون في ريليف عند الاريا الاناتوميكال ستراكشر زي الليبيا الفرينا. لو كنا هنا مثلا تلاقينا ان الليبيا الفرينا ما لهاش مكان، المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ ريدكشن وريليف. طيب انا عايز ايه من الابر؟ اول 10 دقائق اشتغلوا على الابر بس. تعملوا ايه في الابر دنشر؟ طبعا انا ما عملتش ادجستمنت للبوردرز لان تلاقيتها ايه؟ مظبوطه. الابر بنعمل فيه خمس حاجات. حاجه اسمها ليبيال فولنس، ادينج والريموفنج للواكس على الليبيال هنا على الليبيال واكس ريم، تيل بليسنج ابييرنس. يعني ايه بليسنج ابييرنس؟ يعني الفيرميليون بوردرز دي تبقى واضحه. خلي بالكم ان البيشنت از ريزلت اوف اكستراكشن، شوف الليب بتكون رولد ان داخله لجوه، انا عايز ارفعها تاني عشان الاثيتيك، يبقى الفيرميليون بوردر ده واضح. الفلترم طبعا عشان هنا فيه هير فمش باين، المفروض ان الفلترم ده يبقى شكله واضح. الاناتومي بتاع الليب يبقى واضحه، الشكل كويس. فاعمل ايه؟ افتح كده. هنا انتم مش شايفين ايه؟ تعالى من اللاترال فيو عالي، هتلاقي ان الواكس هنا عالي جدا. يبقى انا كده هعمل ادنج للواكس ولا ريموفنج للواكس؟ ريموفنج للواكس، صح كده؟ طيب يبقى انا هعمل ريموفنج للواكس. يبقى اول حاجه ليبيال فولنس، هعمل ادجستمنت للليبيال واكس، تيل بليسنج ابييرنس ان الفيرميليون بوردر تبقى واضحه، والنيزو ليبيال انجل دي تبقى نيرلي 90، يعني النوز دي كده ودي تبقى نيرلي 90. طبعا كده الواكس عالي جدا فلازم اشيل منه. معايا يلا خليكي زي ما انت زي ما انت زي ما انت. البسبوسه نايف دي اللي انا شغال بيها دي المفروض تشتروها كلكم في الجوريليشن. دي اسمها واكس فورمر. احنا بنقول عليها واكس فورمر. انتوا لو دي تشتروها مش تقولوا واكس فورمر، هو ما يعرفش ان احنا بنشتغل بيها واكس يعني. خلاص انا بعمل ريدكشن للواكس. احيانا بيكون الباترن اوف بون ريزوربشن في البريماكزيلا بيبقى هو اصلا ما حصلوش سيفير بون ريزوربشن، او بالعكس بيبقى بروترودد بريماكزيلا، فانا ما بشيلش من الواكس كتير. بالعكس احيانا بيبقى اصلا ما فيش مكان للدنشر بيز، فبنعمل ريدكشن للدنشر بيز جدا في الاريا دي، لان احنا مش عايزين نعمل سيرجري ونشيل البروترودد بريماكزيلا او البون، او نعمل الفيوبلاستي في البريماكزيلا. فاحنا شلنا خلاص من الايه، عملنا ادجستمنت الايه للليب للواكس الاريا بتاعت في الواكس ريم، وبعدين نيجي نعمل ادجستمنت انتر اول نشوف اللي احنا شلناه ده كويس، الدنيا بدات تظبط معانا ولا لا. لما نشوف كده بدات الليب كانت اليفيتد قوي قبل كده، عملنا ادجستمنت بحيث ان الليب تبقى الفيرميليون بوردر واضحه والنيزو ليبيال انجل نيرلي 90، يعني زاويه قايمه ما بين النوز البيز اوف ذا نوز والليب. يبقى اول حاجه طبعا لو الواكس ده كان قليل بنبتدي نضيف عليه. في حالات السيفير بون ريزوربشن بنضطر نضيف واكس عشان اليفيت للابر ليب. طيب بعد الليبيال فولنس الخطوه الثانيه بنعمل ايه؟ الهايت اوف اوكلوزال بليد. المفروض ان البيشنت وهو قاعد في ابرايت بوزيشن كده، ابعد يا علي، يبقى ظاهر 2 ملم من الواكس. هنا ظاهر اكتر، قرب 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 هنا، يبقى ظاهر 2 ملم في الريست بوزيشن في الواكس.
هنا ظاهر اكتر من 2 مليمتر هنشيل من الواكس من الاوكلوجن من الـ من الـ من الريكورد بلوك من الواكس ريل هنشيل بحيث ان هو عالي كده. يبقى اول حاجه نحفظها بقى ليبيال فولنس ادينج وريموفينج للواكس تيل بليسنج ابييرنس اللي هي بيبقى عندي الفيرميليون بوردر ظاهر النيزو ليبيال انجل بتبقى نيرلي 90 تمام يا دكاتره. طيب تاني حاجه اللي هي الهايت اوف اوكلوزال بلين ان يكون ظاهر عندي ابير 2 ملم في الريست بوزيشن. طيب لو هو اب نورمال لينس للليب يبقى خلاص. لو هي شورت ليب هو عنده ليب شورت يبقى هيظهر اكتر من 2 ملم. لو هو عنده اب نورمال لينج ابر ليب يبقى مش هيظهر خالص من الواكس. خلاص بدا قللنا خلاص ادجستمنت يبقى ابعد بعيد كده عشان تظهر ان كده خلاص ظهر 2 ملم من الايه من الواكس في الريست بوزيشن. يعني ايه ريست بوزيشن؟ يبقى قاعد في ابرايت بوزيشن ويبقى ريلاكسد ويبقى جاست التو ليبس ابارتد عن بعض يعني بعد عن بعض شويه. يبقى اول حاجه ليبيال فولنس، ثاني حاجه الهايت اوف اوكلوزال بلين، ثالث حاجه اسمها اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين. يعني ايه اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين؟ يعني عندي الواكس ده في الانتيريور اريا من عند الكناين للكناين كده يبقى بارر للانتربيوبيلاري لاين تمام. ايميجينري لاين الانتيريور اوكلوزال بلين ايميجينري لاين باسنج ثرو ذا تو بيوبلز، وفي البوستيريور اعمل كده يبقى بارر للالاتريجس لاين الالا اوف ذا نوز الا اوف ذا نوز وتريجس اوف ذا اير يبقى بارل كده واعمل في الاذر سايد. لو تلاقيت مفيش باراليزم كمان اعمل ادجستمنت. نشوف احنا كده بقى كده احنا شايفين في باراليزم، لا شايفين ان الواكس هنا في الليفت سايد عالي، فحاجه من الاثنين لا اعمل ريدكشن للواكس او ادنج للواكس في الواكس ريم تمام كده. هعمل ادجستمنت للواكس. يبقى انا هعمل ريموفينج للواكس من عند الابر ليفت كناين علشان يبقى الانتيريور اوكلوزال بلين بارلل للانتر بيوبيلاري لاين. قص ولز احنا بنقص في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الواكس ريم بنفصله خلاص. يبقى انا عندي كده بارر للانتر بيوبيلر لاين الانتيريور اوكلوزال بلين كده بارر للانتر بيوبيلر لاين اللي قاعد اللي بيوقف قدام البيشنت يبقى شايف كويس. طيب البوستيريور اوكلوزال بلين هنعمل في الرايت الاول علشان انتوا تبقوا شايفين يبقى بارر للالا تريجس لاين كده من جنبي يعني عشان تبقوا شايفين تمام كده يا دكاتره. اعتقد ان كده بارلل لو في ديفرنس بسيط مش هتفرق، اما لو تلاقيت مثلا الواكس ريم في اللي في اليمين دي تلاقيها كده مثلا يبقى كده في مشكله. اما لو سيمي بارل يعني بارلل دي عينيك يعني لو في نص ملي حاجات بسيطه كده ممكن ان هي الامور تباص. اوكي كده الامور مفيش مش محتاجه ادجستمنت في الرايت سايد. في الليفت سايد نورهان ها لا انت شايفه يبقى كده عالي لا ثواني يبقى كده فيه ادم مش باص كده عالي من ورا ولا من قدام؟ من ورا. يبقى نشيل ريموف معايا يبقى نراجع مع بعض تل نعمل ادجستمنت للواكس ان اول حاجه الليبيال فولنس ادنج والريموفنج للواكس تل بليسنج ابييرنس، ثاني حاجه اورينتيشن الهايت اوف اوكلوزال بلين الهايت اوف اوكلوزال بلين يبقى 2 ملم في النورمال بيشنت يكونوا ظاهرين في الريست بوزيشن تحت الليب. تالت حاجه اللي هو الاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين اللي هو في الانتيريور بارل للانتر بيبيلاري لاين وفي البوستيريور بارل للالتريجاس لاين. اخر حاجه اللي هي الجايد لاينز. احنا عندنا الجايد لاينز يا اما يا علي البيشنت التكنيشن هيعمل لي سيتنج ازاي؟ انا بعمل له وانا كمان بعمل سيلكشن للسايز بتاع الاسنان ازاي؟ انا بعمل ممكن نيجي كده الميد لاين الميد لاين ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس للميد لاين ده ستارتنج بوينت للسيتنج. انا ببدا السيتنج من عند الميد لاين. الكناين لاين
في سكول تقول ان هو تحت الالا اوف ذا نوز او تحت البيوبلز. يعني انا لو جيت كده وحطيت ممكن سبورت هنا, لو عملت خط هنا كده يعني هو في الكورنر, عن في الكورنر اوف ذا ماوس. طب هو الكورنر انا لو حط عند الكورنر احط هنا الكناين كده بعيد قوي, لكن هو في الدايركشن بتاع الكورنر. فاجي تحت الالا اوف ذا نوز واعمل خط كده فيرتيكال, يبقى ده الكناين. مش هنا لا, تحت الالا اوف ذا نوز. واجي في الاذر سايد نفس الحكايه. دكتوره نورهان اوكي, هنعمل خط كده التاني. يبقى ايه فايده الميد لاين؟ ده ستارتنج بوينت للسيتنج. ايه فايده الكناين لاين؟ ده الويدث بتاع الابر 6 انتيريور. فاختار الشيت بتاع الاسنان كويس. ابتسم كده, نعمل كده. لا كده بص لي, لا ما تعدش ابتسم, يعني ارفع شفتك دي لفوق, ارفع شفتك دي لفوق. ايوه كده, اضحك. ايوه طيب باجي كده واعمل خط فيرتيكالي تحت الابر ليب. ده اسمه ايه؟ الهاي ليب لاين. ليه؟ علشان اللينس اوف ابر 6 سنتيمتر. تاني انا خلصت الابر في 10 دقائق مع اني انا بعمل شرح, لو انا شغال بس 5 دقائق. الابر بعمل ليبيال فولنس, الهايت اوف اوكلوزال بلين ارتفاعه قد ايه؟ يبقى ظاهر 2 ملم من الواكس في الريست بوزيشن. والاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين في الانتيريور بارل للانتر بيبيلري لاين وفي البوستيريور بارل للالاتريجس لاين, واعمل بفصل الشمع. وبعد كده الجايد لاينز اللي هم الميد لاين, تو كاناين لاينز, الهاي ليب لاين. خلصت الابر بخش على المرحله الثانيه اللي هي الفيرتيكال دايمنشن. انا عايز اعرف ايه المسافه. علي انت بص هنا, بص في الشاشه هنا, ايه المسافه ما بين المانديبول, البعد المانديبول ده عن المجزلة قد ايه؟ فبقيس حاجه اسمها الفيرتيكال دايمنشن. انا ازاي هعمل سيتنج انا عايز الطقم اللي هعمله الدينشر يكون سوتابل للبيشنت ده في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال. في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال, يعني الدينشر ما يبقاش طالع لقدام اللور ولا راجع لورا, جاي رايت جاي ليفت, لا يبقى مظبوط. بعمل ايه؟ بقيس الفيرتيكال دايمنشن. الفيرتيكال دايمنشن يعني ان الديستانس اللي ما بين المجزله وما بين المانديبول في الريست بوزيشن. بعمل خط مش نقطة أو نقطة عشان ما تمسحش منك. بعمل نقطتين, واحدة في النوز واحدة في فيزابل اريا من التشين. يعني ما جيش تحت هنا واعمل النقطة الثانية, ما جيش في الليب واعمل النقطة الثانية, دي بتتحرك ولا تحت, لا تبقى نقطتين, نقطة في النوز ونقطة في التشين. خلاص في الريست بوزيشن ارجع لورا كده, يبقى ارجع لورا, يبقى البيشنت قاعد في ابرايت بوزيشن والهيد نوت سبورتد, يبقى قاعد كده دماغه في الهواء. وقيس المسافه, انا عايز البيشنت يكون في الريست بوزيشن. وقيس المسافه ما بين النقطتين وهو المانديبول ريلاكسد. فقيس كده المسافه, طلعت عندي 7.5 سنتي. هل كده دي الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست؟ انت شايف يا علي؟ زوم ان شايف كويس؟ طيب تاني يا دكاتره, انا عملت نقطتين, نقطه في النوز ونقطه في الايه؟ في التشين. خلاص؟ وهقيس المسافه ما بين النقطتين عشان اقيس الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. يعني ايه المسافه اللي ما بين المانديبول والمجزله في الريست بوزيشن؟ هقيس المسافتين دول, هتطلع معايا اهي, طلعت معايا 7.5. طيب بس كده لا, انا القراءه دي ممكن تكون خطا, فخليه ايه؟ ويت ذا ليبس باي ذا تانج, باللي شفايفك بلسانك, باللي شفايفك بلسانك. ايوه بس اقيس تاني, طلعت 8. طيب قول ام بس, وهو في نص اللونج ام دي اخليه يقف, طلعت 7.5 تاني. يبقى ايه القراءه الصحيحه يا دكاتره؟ 7.5. اوكي, اخد اللور ريكورد بلوك. المفروض بقى لما احط اللور ريكورد بلوك اطلب منه العضل تاني
في قياس الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست اللور مش موجود انترا اورال الابر بس. لكن لما بقيس بقى الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن ده اللي احنا عايزينه اصلا, ده اللي هنعمل عليه سيتنج على الارتكليتور. السؤال في الاورال اكزام, انت بتعمل سيتنج على الارتكليتور فيرتيكال دايمنشن اوف ريست ولا فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن؟ اوف اوكلوجن الريست ده الجايد بتاعي اللي خدته من البيشنت اللي هاخد منه الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. تمام, فبعمل انسرشن, خلاص رايح دماغك, بعمل انسرشن لللور ريكورد بلوك, افتح عض. لما عض هتشوفوا المنظر ده كلكم فوكسينج, هتلاقي ان الواكس بعيد خالص. احنا ما تقوليش بقى ان التكنيشن بعت لي ريكورد بلوك غلط, لا هي بتجيلك غلط اصلا, انت اللي بتفصلها انترا اورال. فهو عض دلوقتي, العضه دي اسمها بقى فيرتيكال ديميشن اوف ريست ولا فيرتيكال ديميشن اوف اوكلوجن؟ اوكلوجن ده اللي احنا عايزينه. انا عايزها اقل من 7.5, يعني عايزها اقل من 7.5, حاجه اسمها فري واي سبيس انتر اوكلوزال سبيس, الاثنين اسم واحد. عايزها اقل من 2-4 مللي. فاروح اقيس تاني, اقفل بس. اللي عندي 8, يبقى المفروض ان انا هعمل ايه بقى؟ هعمل ادنج للواكس ولا ريموفنج للواكس؟ ريموف. خلاص كده افتح يا حبيبي. قص ولزق, الجوريليشن قص ولزق, اللي فاهم وقارن الستيب قبل ما بيجي وشايف الفيديو كويس خلاص الجوريليشن بالظبط بقى. لو هنتكلم صح بتاخد 20 دقيقة. بس. خلاص انا بشيل شلت القبر. ما انا مش مشكله بقى البيشنت. طيب اوكي. لا دونت توري. خلي بالكم ان اللور لازم الواكس ده كمان يكون في ارتفاعه اقل. ما هو القبر اوكلوزال بلين اللي هو الواكس الاوكلوجن بتاع الواكس, واللور برضك الاوكلوجن بتاعه هو برضك اسمه اللور اوكلوزال بلين. يعني الاثنين دول كده قدام بعض, ده الاوكلوزال بلين الابر وده الاوكلوزال بلين اللور, الاثنين قدام بعض برضك, الاثنين اسمهم اوكلوزال بلين, الاثنين مع بعض. خلاص في اللور لازم تخلي بالك ان الهايت اوف اوكلوزال بلين في اللور لازم يكون تحت الريترومولر باد. الريترومولر باد واضحه هنا, لازم يكون تحت الريترومولر باد, ده ارتفاعه يكون اقل من الريترومولر باد عند تلت الريترومولر باد او نص الريترومولر باد. لو عملنا كده هنتلاقي لا هو لسه محتاج انه ينزل شويه كمان, لان كده هاي الهايت اوف اوكلوزال بلين مرتفع في اللور, فده يعمل ايه؟ يخلي اللور دينشر ده ما فيش فيه ستابيليتي. زي ايه يا دكاتره؟ لو انا قاعد على كرسي عالي جدا, لو الاسنان محطوطه على اوكلوزال ريم عاليه جدا زي اللي قاعد على كرسي عالي قوي, فما بقاش فيه ستابيليتي. كل ما تقرب من الارض يبقى فيه ستابيليتي. لما الكرسي بتاعي يكون قريب من الارض مش هيبقى في ستابيليتي للكرسي. نفس الحكايه, بقرب الاسنان ليه تحت للريج اللور ريج عشان يكون في ستابيليتي. فالهايت اوف اوكلوزال بلين الجاي بتاعي كمان انه يكون ارتفاعه زي 2/3 من ايه؟ من الريترومولار باد. افتح كده. وايه كمان؟ وانه يكون تحت اللور ليب, شايفين؟ ومن ورا تحت الريترومولار باد. بص كده معايا, ارتفاعه اقل من الريترومولار باد, مش اقل, عند نص الريترومولار باد بس. هو علي طيب اقفل. اقيس المسافه تاني. احنا كنا قلنا 7.5 فوكسنج يا علي. كده انا وصلت لسبعة وثلاثة من عشر. خلاص يا دكاترة احنا كنا عايزين 7.5 ملي, ده الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. انا عايز لما في الاوكلوجن يعض زي ما انتم شايفين يبقى الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن اقل ماينس من 2-4 ملي, اسمهم ايه؟ خلاص كده. طيب انا وصلت كده للفري واي سبيس, عض كده. لما تيجي تبص كده هتلاقي ان الشمع في القبر, تعالى كده يا علي, هتلاقوا ان الواكس في اللور يا دكاتره زي هنا اللور هتلاقيه ايه؟ بروترو, يعني جاي لاترو انكلينيشن طالع لبره, وفي الابر ماكزيلا هتلاقيه داخل لجوه. هنا هتلاقي فيه سبيس, هنا في الاذر سايد هتلاقي لا الواكس طالع يعني كويس مظبوط.
لازم الاسبيسز دي تتقفل. يعني والابر واللور ريكورد بلوك من اللاترال دايركشن عايز الثاني ديبريسور الثاني. ثاني ديبريسور الثاني ده كانت مينا. ثاني ديبريسور كان في الاثنين هنا. اوكي بص تعالى علي دكاتره لو دي الريكورد بلوك الابر ودي الريكورد بلوك اللور لازم الاثنين يكونوا بارل تو ايتش اذر. خلاص كده يعني لو تلاقيت اللور طالع لبره كده حاجه من الاثنين تعمل ادجستمنت ريموف للواكس من البكل او ان احنا نضيف واكس في الابر. طبعا فيها فاكتورز كتيره يعني الثيتيك والاماونت اوف بون ريزوربشن والديستانس من الريج وحاجات تانية كتير مش عايزين نتلخبط دلوقتي. انا عايز الاثنين يبقوا بارلل تو ايتش اذر. خلاص كده فهنا تعالى كده عليك. يبقى انا هنا كده بقى شايفين عندكم يا دكاتره شايفين ولا مش شايفين؟ فوكسنج هنا. انا عايز اسالكم سؤال. ها خليك قافل كده يا دكاتره شايفين؟ ها؟ طب هشيل الواكس من اللور ولا من الابر؟ من اللور صح؟ طب ادنج الواكس للابر ولا اللور؟ لا ادنج الواكس للابر. طب هنا طب خليكم معايا. هنا هضيف واكس في الايه؟ في اللور شويه. على اللور في الاوكلوزال. علشان انا عايز الاثنين يكونوا قافلين مع بعض، مش شايف هواء، مش شايف سبيس خالص. خلاص كده؟ افتح. افتح. افتح شويه. تاني هراجع لغايه ما اعمل ادجستمنت للواكس وانا شغال. انا هعمل ايه؟ هعمل ريموف للواكس من عند البكل من عند البكل شيلف اوف بون باي لاتر. يبقى هشيل كده. تمام يا دكاتره؟ هشيل من عند البكل شيلف اوف بون لان الواكس جاي مش اوفر ذا ريدج لا جاي بعيد عن الريدج بكلي فهشيل من ريموف للواكس. خلاص والاوكلوزال بلين هضيف شويه واكس في الانتيريور علشان الانتيريور اوكلوزال بلين يبقى ايه يبقى بقى ماشي بارلل. سيب لي دي سبب حضرتك دكاتره اول حاجه ليبيا الفولنس في الابر الخمس حاجات في الابر ما ننساهمش ليبيا الفولنس ادنج وريموفنج الواكس تيل بليسنج ابييرنس. تاني حاجه هنعملها اللي هي فاكرين الاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين سوري الهايت اوف اوكلوزال بلين الاوكلوزال بلين في الابر يكون عندنا 2 ملم ظاهرين في الريست بوزيشن. بعد كده الاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين في الانتيريور يبقى بارل ليه يا دكاتره؟ وفي البوستيريور بارل الالاتريجاس لاين. بعد كده الجايد لاينز عندنا ثلاثه جايد لاينز ايه هما؟ ميد لاين كناين لاين وهاي ليب لاين. بعد كده قسنا الخطوه الثانيه اللي هي الفيرتيكال دايمنشن. الفيرتيكال دايمنشن قسنا الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست وايه الفانكشنال موفمنت اللي عملنا تو بوينتس بوينت في النوز وبوينت في التشين. بعد كده لما خدنا الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست جبنا الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن وظبطنا التو ريكورد بلوك مع بعض. افتح كده افتح اقفل ماشي اقفل بقى كده بعمل ادجستمنت تل انا عايز اوصل بالشكل ان يكون الابر واللور بارلل تو ايتش اذر الواكس ومفيش اي سبيسز. اوكي يا دكاتره افتح افتح بقى شويه انا عارف ان انتم مستعجلين. طيب احنا خدنا الفيرتيكال دايمنشن وخلاص ظبطنا الابر واللور الاوكلوزال بلين بارلل تو ايتش اذر. هعمل دلوقتي السنتريك ريليشن معايا دكاتره. السنتريك ريليشن بسيب الاريا اللي في الانتيريور دي باجي من عند الكناين لاين كده واشيل الواكس. يعني انا هشيل الواكس دلوقتي طبعا في حته انا يعني ايه
جريت فيها ان انا اعمل adjustment للأبر واللور ريكورد بلوك بحيث ان يوم ما يكونوا parallel to each other. معايا؟ لاني عايز دلوقتي اعمل خطوة السنتريك ريليشن. يعني ايه سنتريك ريليشن؟ انا هخلي البيشن ليه انا شلت الواكس ده؟ انا هعمل في شيب في الأبر. نركز بقى. انا هحط في الحتتين اللي انا شلت ريموف الواكس ده من بعد الكناين لاين، هحط هنا انتر اوكلوزر ريكوردنج ماتيريال، سواء كانت واكس، سواء كانت رابر بيز، سواء كانت جرين سيك كومباوند، وات ايفر اللي هنحط. لما نحط الحق الماتيريال هنا نخليها سوفت، ويبقى في اوبوزنج ليها في شيبد نوتش هنا. في سكول تعمل الفي شيبد دي واحده بايلاترالي في البوستيريور اريا، يعني عند البري مولر مولر اريا، يعني في سكول تخلي واحده بس هنا، وفي سكول تخليها اثنين، واحدة عند البري مولر وواحدة عند المولر. انا عملت الاثنين، ها؟ يعني ينفع ده وينفع ده. يعني في سكول تعمل اثنين بايلاترالي، وفي سكول تعمل واحدة بايلاترالي. ده ينفع وده ينفع. ايه فايدة الجروفز اللي احنا عملناها الفي شيبد نوتش دي؟ ان انا لما احط انتر اوكلوزر ريكوردنج ماتيريال هنا، لما البيشنت هيقفل الريكوردنج ماتيريال اللي هتحط هنا هتخش في الفي شيبد نوتش دي. المهم ان احنا واحنا بنعمل السنتر كريليشن اسك البيشنت تو ترود مانديبل، يرجع المانديبل ده لورا، يبقى في الموست ريترودد بوزيشن. دي اسمها ايه؟ الموست ريترودد بوزيشن اسمها سنتريك ريليشن. سنتريك ريليشن البيشنت ما عندوش اسنان، انا عايز اعمل له اسنان في سنتريك اوكلوجن زينا. عضوا على اسنانكم دلوقتي، دي اسمها سنتريك اوكلوجن. طب هو ما عندوش دي بقى، ما عندوش بروب ريسبتيفز، ما عندوش نيرف اندنجز تخلي المانديبل يقف في المكان المظبوط. فانا بجايد ليه انه يرجع المانديبل اللي ورا في الموست ريترودد بوزيشن ويقفل. وهو بيقفل الانتر اوكلوزر ريكوردنج ماتيريال هتدخل فين؟ في الفي شيبد نوتش في الابر. فين مكان الفي شيبد؟ في البري مولر، ممكن واحده او اثنين، واحده واحده في البري مولر واحده في المور. عملت لكم الاثنين. طب ايه هي الانتر اوكلوزر ريكوردنج ماتيريال؟ ممكن نحط واكس، يعني اوكي، او ثواني، ممكن نحط رابر بيز، هنعمل بالرابر بيز وهم بعد كده يبقى يعملوا بالواكس. لو اشتغلت برابر، يعني ممكن انا احط واكس. هقول لكم على حاجه، هعمل في سايد بواكس وهعمل في سايد برابر بيز، تبقى شفتوا كلها، انتوا عارفين دي ايه اللي ممكن وايه اللي مش ممكن. خلاص انا خلاص خلصت 3 دقايق وامشي. احنا ده في حته انا قفزت كمان، يعني كان تاخد معايا ربع ساعه بس حته صغيره. ثواني يا دكاتره بقى، نبص بقى. يبقى انا ممكن احط الانتر اوكلوزر ريكوردنج ماتيريال، ممكن احطها ايه؟ ممكن احطها واكس زي انا بعمل كده. ممكن الانتر اوكلوزر ريكوردنج ماتيريال تبقى واكس. لا ثواني انا هشتغل. خلاص انا ليه عملت دي؟ علشان الواكس الجديد النيو واكس يبقى ادهير مع الواكس القديم. خلاص، واخليه اعلى شويه من الطبيعي، اخليه عالي كده وهو سوفت، بحيث ان ده العالي ده يخش في الفي شيبد اللي انا محتاجه هنا. انا عملت ياما جهه وان سايد بالواكس. طبعا انت لا اما تعمل التو سايدز بالواكس، لا اما التو سايدز بالرابر بيز. انا بعمل واحده واحده ليه؟ عشان تعرف ان ده ممكن وده ممكن. بس لو استخدمت الرابر بيز، ابقى اعمل الريجولاريتيز كده علشان الرابر بيز هنا يمسك زي ميكانيكال انترلوكينج مع الواكس. تمام؟ يعني ميكس. وتخلي الواكس ده فيري سوفت عشان هو ناشف. انا عايز ده فيري سوفت. ليه كده؟ فيري سوفت، واعلى من الاوكلوزال بلين. الحته اللي في قدام دي انا ما شلتش منها وسايبها عاليه علشان دي اللي بتحفظ لي الفيرتيكال دايمنشن اللي احنا خدناه. تاني، يبقى خلي بالكم، لا اما نعمل اليمتين واكس عالي وسوفت، لا اما اليمتين نحطهم رابر بيز. انا عملت يمه ويمه زي الفي شيبد في الابر، عملت واحده في جهه واثنين، عادي اعمل الاثنين او اعمل واحده بايلاترالي. طيب خلاص هنحط الابر.
واللور افتح كده شوية احط اللور الاول ها عشان هو يساعدني سبورت لي كده بس كده يا نورهان ايوه ما تقفلش افتح رجع لسانك لورا ايوه رجع 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 اقفل ورا اقفل بقى اقفل جامد عض للاخر 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 لما يعض بص هنا يا علي يعني هتلاقي ان الواكس هنا ده خلي في الفي شيبد الاكسس واكس ده اخلي الفي شيبد ده يخش فيه اكبر كميه من الواكس او خلاص كده يا كاتره يبقى الفي شيبد هنا يتملي واكس الواكس انا حاططه في اللور والفي شيبد اوبوزنج ليه خلي بالكم ان الاريا اللي انا سبتها دي ما قصتش منها واكس عشان هي اللي تحفظ لي الفيرتيكال دايمنشن في الاذر سايد شايفين الفي الفي شيبد نوتش انا عملت اتنين في واحده جت ايرلي شويه المفروض كنت احطها بوستيريو وات ايفر خلاص احنا عندنا الفي شيبد اهي صح كده شايفينها اعبيها كده اعبيها ايه رابر بيز بحيث ان يبقى كده وصلنا لماكس سيتنج شايفين الدكاتره شايفين ولا طيب لغايه ما يحصل سيتنج للرابر بيز بشتغل في الابر 10 دقائق ليبيال فولنس الهايت اوف اوكلوزال بيلين الاورينتيشن انتيرير بارر الانتر بيبيلر لاين وفي البوستيريور بارر الالاتريجس لاين وبعد كده الجايد لاين بعد كده بشتغل المرحله الثانيه الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست بدون اللور بدون اللور اقيس في الريست بوزيشن اسك البيشنت يقول ام يويت ذا ليبس باي ذا تانج يبريس سوال اي فانكشنال موفمنت لازم المندوب بعدها يكون في ريست بوزيشن بعد كده خدت الفيرتيكال دايمنشن وظبطت الابر مع اللور في الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن اللي هو اقل من الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست من 2 ل 4 ملي بعد كده السنتريك ريليشن بعمل في شيب نوتش في الابر سواء اثنين بايلاترال او واحده وبعمل بحط انتر اوكلوزال ريكوردنج ماتيريال اوبوزنج للفي شيب نوتش سواء كانت واكس او رابر بيز او جريستيك كومباوند او كومبريشن كومباوند ايفر واخلي البيشنت يقفل في الموست ريتروديد بوزيشن بعد كده افتح الاثنين معايا يعني يطلعوا كده مع بعض زي ما انتم شايفين انا كده خدت الجو ريليشن علاقه اللور بالابر الابر واللور بصوا بعد كده بنفتح بصوا بنعمل ديسنفكشن طبعا للريكورد بلوكس كده احنا خلصنا الجو ريليشن بتاعه البيشنت اتاكد ان الهيلز بتاعه الدنشر مش لامسين بعض دي اكسس من المستوى دي طبعا دي زياده المفروض كنا نشيلها اهي مش واصلين لبعض ونخلي بالنا حتى اثناء التراي ان بعد السيتنج دول مش لامسين بعض لو فكينا كده يا دكاتره هنلاقي ان الفي شيبد نوتش دي اللي بيخش فيها الواكس ده الفي الامبريشن رابر بيس دي اللي ما احنا قلنا ده ينفع وده ينفع هتخش فين هتخش في الفي شيبد اللي احنا عاملينه ده طب انا عايز احط الدنش الامبريشن في مكانه مظبوط خلاص ارجع تاني اهو رجع في مكان خلي بالكم ان الجايد لاينز من ضمن الحاجات فوائدها الجايد لاينز دي لو انا شديتها لتحت كده ان اتاكد ان انا قافل الابر واللور في الكوركت بوزيشن شكرا يا دكاتره